بحضور معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين، أقيم يوم أمس حفل ختام برنامج صناع القرار الاقتصادي لدورتيه 5 و 6. وخلال كلمته في الحفل أكد معالي رئيس مجلس الشورى أن دعم جلالة الملك المعظم للمؤسسات الوطنية الصغيرة ساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الكثير من المنجزات، وأكد معاليه على ما يليه سموه للعهد رئيس مجلس الوزراء من رعاية واهتمام للمضي في تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتقييم ما تحقق منها، مشيدا بتوجيهات سموه للبدء في إجراء مشاورات لصياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050، كما أثنى على جهود جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم ريادة الأعمال وتعزيز مهارات وخبرات الشباب البحريني. هذا وتم خلال الحفل تكريم 26 خريجا من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تكريم المحاضرين والرعاة. واشتمل برنامج صناع القرار الاقتصادي هذا العام على 38 محاضرة وورشة عمل قدمها 17 محاضرا من 6 دول عربية وأجنبية. من السجلات النشطة هي منشآت صغيرة ومتوسطة وتحتاج إلى الكثير من مثل هذه الملتقيات التي يعني تزيد من حجمها ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني، سواء كان في مجال استيعاب الشباب أو توجيههم إلى ريادة الأعمال في الأفق المتاحة والممكنة والتي يحتاجها الاقتصاد. هذا البرنامج جدا مهم في صقل الكثير من الكوادر اللي هي تبي تكون لها صوت مؤثر في قطاع التجاري أو الاقتصادي، واللي هي من خلال هذا البرنامج تعرف الكيفية اللي هي شلون تدخل في القنوات الصحيحة والرسمية اللي من خلالها تقدر توصل صوتها وتوصل الصوت المتزن اللي هو يعكس بالضبط التحديات والصعوبات اللي هم يواجهونها أو الإنجازات اللي هم يحققونها. طبعا هذا البرنامج يتكون من 38 محاضرة اقتصادية تشمل مجالات مختلفة، منها المجالات الذكاء الاصطناعي، التجارة الإلكترونية، التسويق، استراتيجيات البيع وغيرها من أسس رواد الأعمال التي تعكس على أدائهم في السوق المحلي.